وسهلا ومرحبا بكم إخواني أخواتي في مدونة المهاجر. فإن شاء الله في فيديو اليوم سوف نتعرف على المبلغ الذي يجب أن يكون في حوزتك لكي تسنى لك الهجرة إلى كندا، مع العلم أنه قد تم تغيير هذه الأتمتة إخواني ابتداء من 1 جانفي. دونك فالناس اللي غادي تسجل من بعد سوف يخضعون للقانون الجديد، أما الناس اللي كانوا مسجلين قبل فأولئك الناس ربما لا يخضعون للقانون الجديد. فهكما ترون معي، فهذه الصفحة الرسمية بي أو القناة الخاصة بي في اليوتيوب. دونك فدعونا نتوجه إلى لكي نرى هذه المعلومات الإخوان. دونك كما تلاحظون معي، فإذا كان المهاجر يعني شخص واحد ذكر أو أنثى كان، فالمبلغ هو 3135 دولار. فأما إذا كان يعني ذكر أو أنثى وكان معه ابن اقل من 18 سنه فالمبلغ هو 4212. اما اذا كان ان ادولت افيك دو زونفون موان دو 18 ans دونك فالمبلغ هو 4755. اما اذا كان المهاجر يعني ان ادولت افيك 3 انفون موان دو 18 ans فالمبلغ هو 5297 كما تلاحظ مع الاخوان. اما اذا كان المهاجر يعني ذكر او انثى وعندهم ثلاثة ديال الوليدات موان دو 18 ans فالمبلغ هو 5343 دولار للشخص الوحيد كيضيفوها. فكما تلاحظون معي، فهناك ما تلاحظوا معي في الشطر الأول يعني في غير مهاجر، في ذكر في يعني في شخص واحد مع الأبناء. فالشطر الثاني يتكون من 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 الأسرة، يعني ذكر أو ذكر أو أنثى أو أنثى، يعني ماشي بالضرورة يكونوا ذكر أو أنثى، يعني يكونوا جوج الناس، هذا هو الإسانسيال. دونك هنا كما كتلاحظوا معي كاين جوج ديال لي زادولت، هذا هو الثمن ديالهم، دونك 4597. فما اذا كانوا دوز زادولت معاهم واحد الابن ف 5150 دولار الاخوان، الى ما الى ذلك. فكما كتلاحظوا معي في الاخير، فعندي دوز زادولت افيك ان انفون فهذو كيزيدوا 1462 دولار للشخص الواحد. دونك نتجهوا للموقع الثاني الرئيسي للهجره في كندا، فغتلاحظوا معي بان الاثمنه تم تغييرها اخوان. دونك دعونا نرى بانكم اذا كان المهاجر يعني غير واحد اللي كان مهاجر، يعني اما الاب او الام، يعني ذكر او الانثى، يعني هما اللي مهاجرين ومن بعد بغى يدير لوغوبمون فاميليال، بغى يجيب الاسره ديالو. فكتلاحظوا معي بان الاثمنه هنا تم التغيير ديالها، كانت في الاول 270 دولار 279 دولار، ومن بعد تم ولات 284 دولار اخوان. فكان لونفون اشارج او سكون ابل لي بيرسون سيبليمونتير كان 112 دولار، بي ابري سي ديفوني جونغ 114 دولار اخوان. فقد تم تغيير في هاد لي بيرسون اشارج، يعني في كاتيجوري ديال غوبمون فاميليال كما كتلاحظوا معنا. اما بالنسبه لي ريكيرون برانسيبو او لي ريكيرون برانسيبال كما شفنا قبيله في هذه الصفحه هذه، فهاد الاثمنه هذه غيتم التغيير ديالها، غادي يتم التغيير ديالها الاخوان، يعني غتولي اثمنه اخرى انطلاقا من لو 1 جانفي. دونك فالناس اللي كانت مسجله في هذا البرنامج فالناس اللي كانت مسجله في هذا البرنامج قبل 31 ديسمبر فهما ما غاديش يخضعوا لهذ القوانين الجديده، فغادي يبقاو ديما خاضعين غير القوانين القديمه. هذا الفيديو درته انطلاقا من تساؤلات ديال مجموعه الاصدقاء في الفيسبوك، عندي في الفوروم ديالي في الفيسبوك، فتيتسالوا قالوا لي سيل تو بلاي الا كان ممكن يعني فيديو توضيحي من هذه الاثمنه هذه، الناس ما عارفاش وبغات تعرف يعني. فمن اجل مساعده الاخوان هذه حاولنا نديروا هذا الفيديو هذا الاخوان. فالبلوك ديالنا في الفيسبوك الاخوان هو كالتالي، فهو هذا هو سكون ابل الفوروم لو بلوك ديزميغون. فاذا كنتم بحاجه الى الانخراط والانضمام معنا لهذا الفوروم، فيه بزاف ديال الناس محترمين تيبارطاجيو كونتوني محترم، وبغيتو تعني تغنيو المعرفه ديالكم وتوسعوا وتعرفوا بزاف ديال المعارف الاخوان، فما عليكم الا تكونتاكتيوني في الفيسبوك، راه هو الكوردوني ديالي راني حاطهم على القناه، حطهم على القناه ديال اليوتيوب او الفيسبوك ديالي في الخاص، فنضيفكم ان شاء الله مرحبا باش تغنيونا وتزيدوا تعرفوا لي بروسيدور. يعني مجموعه ديال الناس اي سونت كور في لي بروسيدور، او الناس اللي غادي يمشيو او الناس ديجا في كندا. فكتلاحظوا معنا ان كنتبادلوا هذه المعلومات هذه انطلاقا من هذه الغرفه هذه، وعندنا ثاني ان جروب اللي من خلاله تنبارطاجيو جميع لي زانفورماسيون توت لي نوفوتي بارابور ليميغراسيون. وهذا لو جروب سابيل يعني لو جروب ديال لو بلوغ ديز ايميغرون الاخوان، فيه تقريبا شي 1160 شخص. فاذا كنتم يعني مهتمين هذا الامر اخوان، فمرحبا بكم والف مرحبا، ونتمنى من الله انه ييسر لكم الامور ديالكم ويدخل لكم السنه الجديده بما تتمنون، ولكي اختم لي سنه سعيده الاخوان. وما تنساوش تابونا في القناه وتبارطاجوا المحتوى ديال القناه اذا كانت القناه عجبكم الاخوان،
ابوني. فهذا هو المبتغى اللي يكون فيكم. تتمنى من الله ان السنه الجديده ندخل لكم بصحه وسلامه. مازال غندير فيديوهات اخرى توضيحيه اكثر فاكثر باش نقربوا نقرب لي فان ديالي على الفيسبوك او على الصفحه الرئيسيه او على الفروم يعني من لي بروسيديو ان شاء الله بوميو انتغري هاد لي جوغ هادو. دونك فالى الملتقى ان شاء الله الرحمن الرحيم. الله يبارك.